i <laughs> ان شاء الله اصدقائي من خلال هذا الفيديو ساقوم بشرح لكم افضل موقع للاستثمار انا اشتغل عليه وان شاء الله ستنبهروا من كميه الربح من خلاله ساريكم ارباحي من خلال هذا الموقع رغم انني استثمرت فيه مبلغ قليل جدا ربحت مبلغ كبير سيبهركم انا متاكد اذا اصدقائي ساتحول الى شرح الموقع لا تنسوا الاشتراك في القناه دعمي بلايك واعطاء رايكم في التعليقات اترك لكم رابط الموقع في الوصف قبل الشروع اصدقائي في شرح الموقع دعوني اريكم ارباحي من هذا الموقع كما تشاهدون معي هنا استثمرت 9 دولار 9 دولار فقط وهنا في البونص لدي 4.80 دولار يعني شيء رائع آه وفي المعاملات سنذهب إلى المعاملات سحبت تسعة دولار يعني استثمرت تسعة دولار آه في الأمس سحبت تسعة دولار والآن لدي أربعة دولار إن شاء الله سأسحبها هي الأخرى وهذا الحساب فهو جديد فقط لديه أربعة أيام آه فتحته ثم استثمر فيه تسعة دولار وأنتم تشاهدون الأرباح فقط أربعة أيام استثمرت تسعة دولار ربحت تسعة دولار ثم أربعة 4.88 بان يناهز 15 دولار فقط في أربعة أيام يعني لا داعي لي في تشكيك قيمة الربح من خلال هذا الموقع يعني أنا الآن أقدم لكم موقع كنز هذا فقط إشارة إلى الأرباح وهذا الحساب هو جديد جديد لا داعي لي المناقشة سأتحول إلى الشرح من في استكمال الشرح حول المواقع فقط اردت ان اشارك معكم الارباح لكي تطمئن قلوبكم وان شاء الله في نهايه الفيديو ساريكم اثباتات السحب اترككم مع شرح الموقع إذن أصدقائي هذه الواجهة الرئيسية للموقع بعدما ستقوم بالدخول إليه لابد أن تقوم بفتح حساب بشكل عادي تضغط على هذه القائمة ثم تضغط على سانج اب او سجل الخانه الاولى بعد ذلك اصدقائي ستنبثق لكم واجهه التسجيل هنا في الخانه الاولى تدخل الايميل الخاص بك الخانه الثانيه كلمه السر الخانه المواليه تعيد كتابه كلمه السر في الخانه المواليه الفيرست نايم اسم اول الخانه المواليه لاست آه نايم يعني اسمك الثاني هنا تختار الدوله التي تقطن فيها هناك جميع دول العالم الموقع يدعم جميع اللغات يدعم جميع الدول وهنا في الاخير هناك صوره فيها ارقام تقوم بكتابتها هنا ثم تضغط على سجل مباشره سيتم فتح حساب معك بشكل عادي جدا آه بعد ما تقوم بفتح حساب تقوم بالضغط على القائمه ثم تضغط على تسجيل الدخول بعد ما تضغط على تسجيل الدخول سينبثق لك تسجيل... عفوا عارفون... نضغط على تسجيل الدخول ستنبطئ لك تسجيل الدخول او هل نسيت كلمه السر انت تختار تسجيل الدخول ينبطئ معك واجهه التسجيل بعد ما لك واجهه التسجيل هنا تدخل الايميل الخاص بك وهنا كلمه السر ثم تضغط على تسجيل الدخول سنقوم بتسجيل الدخول الى حسابي بشكل عادي امامكم كما تشاهدون اصدقائي هذا هو الحساب الذي قلت لكم يعني عرضت لكم فيه الارباح كما ترى استثمرت 9 دولار وارباحي الان فيه هي 4.88 دولار بالاضافه التي الى 9.60 دولار التي قمت بسحبها على البايبا اذا اصدقائي لا داعي للتشكيك في قمه الربح من هذا الموقع ان شاء الله ستربحون من خلاله اموال طائله انتم الاخرين كما تشاهدون معي اصدقائي الموقع عباره عن بورصه يعني بورصه يقدم لك اسهم شركات شركات موجوده على ارض الواقع يعني تستثمر في اسهم شركات كما تشاهدون معي هنا الشركات لعرض الشركات المميزه يعني تذهب الى هذه القائمه فقط تابع معي الشرح ثم تضغط على مشاريع الخانة الأولى مشاريع ثم تنفتح معك مجموعة من الخيارات تضغط على جميع المشاريع هنا سيظهر لك شركات يعني هذه الشركات يعني يمكنك الاستثمار في هذه الشركات مثلا أنا استثمرت في هذه الشركة 9 دولار يعني للسهم الواحد 3 دولار يعني اشتريت 3 اسهم ب 9 دولار وكم تشاهدون الارباح التي عرضتها لكم في الاول هناك الالاف من الـ الـ الشركات لكن انصحكم بالاستثمار في في هذه الشركات التي تظهر في القائمه الاولى يعني الموقع دائما الشركات الممتازه وارباحها العاليه يقوم باضافتها لك في القائمه الاولى المهم اصدقائي تشتري اسهم مثلا شراء اسهم تضغط على شراء الاسهم هنا تحدد كم سهم تريد العدد ثم تضغط على يشتري مثلا تريد شراء سهم واحد تضغط على شراء سهم او يشتري ثم تضغط على يس او نعم تاكيد وهنا في خانه الدفع هنا تحدد مثلا تريد شراء ثلاث اسهم يعني الحد الادنى للاستثمار في هذا الموقع فقط ثلاثة دولار يعني هناك شركات ثلاثة دولار اما تحت ثلاثة دولار فلن تجد اسهم باقل من ثلاثة دولار وبعد ما تحدد عدد الاسهم ثم تختار الفيزا او الباي بال او بيرفكت ماني كوين ثم تضغط على شراء وسيتم في حالة البيتش كوين سيعطيك ادريس لكي تدفع لهم او الباي سيحولك الى الباي او البطاقة البنكية المهم تقوم بشراء اسهم بعدما تقوم بشراء اسهم اصدقائي ستذهب الى هذه القائمه ثم تضغط على الاحصاء دعني ارى نعم الاحصاء ثم تضغط على مشاركاتي هكذا مشاركاتي يعني الاسهم التي استثمرت فيها، وستجد هنا الاسهم الخاصة بي كما ترى هنا لدي 3 دولار، ثلاث اسهم قيمة السهم 3 دولار، الجميل في الامر أن الشركات التي تستثمر فيها هناك نسبة كبيرة أن ترتفع قيمة أسهمها، مثلا أنا في حسابي في حسابي على هذا الموقع القديم استثمرت في شركات كانت قيمة السهم 3 دولار، لكن بعد شهر أو 15 يوم دخلت فتفاجأت أن قيمة السهم الذي اشتريته أنا ب 3 دولار أصبح 10 دولار تخيل يعني سيكون ارباح اكثر ويمكنك بيع تلك الاسهم مثلا يبيع يمكنني بيع هذه ثلاث اسهم ثم استرجاع ثلاثة تسعة دولار راس المال الخاص بي الى حسابي وسحبه يعني راس المال الخاص بك مؤمن جدا اصدقائي المهم اصدقائي هذا هو طريقة للربح من هذا الموقع يعني تشتري اسهم وعندما تشتري اسهم في تلك الشركات الشركات تبعث لك ارباح الى حسابك شاهدوا معي تبعث لك أرباح إلى حسابك يوميا مثلا أنا فقط ثلاث أسهم في شركة في شركة واحدة وإن شاء الله سأستثمر أكثر كما ترى هنا في 15 نوفمبر أرسلت لي 1.65 دولار في 16 نوفمبر 1.65 دولار في 17 نوفمبر 1.5 دولار هنا قمت بسحب 9 دولار يعني موقع رائع يعني إن شاء الله ستربح من خلاله فقط لديك 3 دولار استثمرها لديك 20 دولار استثمرها يعني لن تخف من ضياع رأس مالك في هذا الموقع وهو موقع قديم جدا يعني موقع كنز والله العظيم ان شاء الله فقط لدي ثلاث اسهم ب 9 دولار ساصل ان شاء الله ساشتري 100 سهم في هذا الموقع ان شاء الله وستكون الارباح خياليه انا متاكد كما ترى اصدقائي ساعيد لكم طريقه الاستثمار يعني ضروري ان تذهب الى هذه القائمه ثم تضغط على المشاريع يمكنك تغيير اللغه من هنا تضغط على المشاريع ثم جميع المشاريع هذه الخانة ثم سيظهر لك جميع المشاريع ودائما الشركات الأولى أو الأفضل هي التي تظهر في الخانة الأولى يعني هذه الشركات جميعها هناك شركات قيمتها أعلى من 3 دولار دعوني مهم سأختار لكم سأريكم الشركات التي قيمتها أعلى هنا سأريكم بعض الشركات القوية جدا مثلا هذه الشركة قيمتها 15 دولار كانت قيمتها أكثر فقط انخفضت هذه الأيام جميع هذه الشركات التي ترون قيمتها 6 دولار 15 دولار بعد الأحيان تصل إلى 100 دولار فهي في الأول كانت فقط ب 3 دولار اشتروها الناس ب 3 دولار للسهم الواحد وهما الآن ارتفعت إلى 3 دولار تلك الأسهم التي اشتروها ب 3 دولار سيبيعونها الآن ب 50 دولار أو فما فوق إذا أصدقائي هذا هو شرح حول الموقع هناك طريقة أخرى للربح من الموقع وهي إيه الاحاله ساذهب لابحث لكم عن الإحالة. آه نعم اصدقائي هناك طريقه للربح من الموقع وهي الاحاله كما ترى دعوه الاصدقاء تضغط تبحث عن احالاتي او الاحاله او ماي ماي بعد ذلك اصدقائي سيعطيكم الرابط الخاص بكم ويقول لكم انكم ستربحون 51% عن كل شخص قام بالتسجيل بطريقكم يعني موقع سخي جدا لا من حيث قيمه الربح منها الاستثمار لا من حيث قيمه دعوه الاصدقاء وغيرها اذا اصدقائي لي بعد الاستثمار وتحصلوا على مبلغ مهم يريد تريدون سحبه ما عليكم اولا هو تحديد طريقه للدفع هنا تبحث طرق الدفع هنا هذه طرق الدفع وهنا تحدد الطريقه التي تريد ان, أن... كما ترى تقوم بتحديد الطريقة التي تريد من خلالها ان يدفع لك الموقع يعني الموقع يدفع العديد من الطرق هناك الباي بال بيتكوين البطاقة البنكية وغيرها انا محدد الباي بال انت يمكنك تحديد الباي بال مثلا اخترت الباي بال هنا تدخل إيميل هنا اخترت البيتكوين تدخل خانشك على البيتكوين وغيرها البطاقة البنكية تقوم بادخال البطاقة البنكية اذا اصدقائي وفي حالة تريد السحب بعدما تقوم بادخال طريقة الدفع تضغط على السحب كما ترى انا يقول لي لديك يعني لديك معامله لم يتم موافقة عليها بعد يعني استثمار سحبت في الامس 9 دولار يعني يجب ان انتظر حتى تصل تصلوني تلك 9 دولار بعدها يمكنني السحب بكل حريه ساريكم اثبات إيه السحب من هذا الموقع ان شاء الله الان كما تشاهدون معي من اصدقائي نفس الموقع هنا وهذه اثباتات السحب من خلاله كثيره هنا ناقص 16 دولار هنا ناقص 35 دولار وهنا ناقص ناقص 11 دولار يعني قمت بسحبها على البيتكوين وهي هي وصلتني على محفظتي على البيتكوين 16 دولار 35 11 دولار كما هي اذا اصدقائي رابط الموقع بالوصف لا تنسوا اعطائنا اراءكم في التعليقات ولايك للفيديو ان شاء الله آه... إلى اللقاء